اهلا وسهلا سلمي. اهلا وسهلا. يا الشرف اسلم على حضرتك. اهلا وسهلا فيكي حضرتك. شرفتينا. وشكرا على قبولك الدعوه. الله يكرمك. ميرسي. بهالسرعه. الله يخليك. شو متوقعه هيك تكون يكون هالبرنامج؟ فرحتي بلقائك اول حاجه طبعا. الله يخليك ويحفظك. الله يخليك. الله يخليك. ميرسي قوي لذوقك وللدعوه اللي وصلتني. تسلمي. طمنيني عن حياتك امورك. الحمد لله ماشي الحياه معك. الحمد لله زي اي حد. كل الناس عندها دروبات في حياتها فطبيعي يعني يكون في شويه كده شويه كده. عادي طبيعي. وشو صار عندك اولاد ما شاء الله؟ عندي ولدين. ولدين؟ وفي شي اولاد تانيين؟ لا بعدك على الولدين؟ الحمد لله ربنا يخليهم. الله يحفظك ويخليكي يا ستي. بدي اقول لك انه انا دعوتك بس مش انا صاحب الدعوه. صاحب الدعوة شخص بعز عليكي وانت بتعز عليه كتير. هو اللي طلب وسطنا حتى نوجه لك دعوة ويلتقيكي في الاستوديو هون وفي عنده كلام بده يقول لك اياه. بقى بتحبي تشوفي اولا مين دعاكي؟ اكيد احب اعرف. عندي فضول جامد ان انا. يلا خلينا نشوف. اذا خلينا نشوف على الشاشة. ايه رأيك بقى الشاب الحلو؟ ولا لا؟ يا ست حلال ابنك مصطفى الكبير. ومصطفى بعت لك جواب هلا راح يحكي هو بعد شوي. بس بحب اقرا لك الجواب انا اللي بعته. بقول لك أمي الحبيبة الغالية حنان منذ أكثر من 15 عاما وأنا أفتقد حضنك. وحين جئتك قبل أعوام ظننت أنك بنفس لهفتي عليك بنفس ألمي من فرائك. لكن شعرت وكأنني لا أعني لك أي شيء. أمي الحبيبة حين كنت أتعب ولم أكن أجدك بجانبي. وحين كنت أذهب إلى المدرسة لم أكن أشعر بما يشعر به طفل يحتاج لأن تقبله أمه قبل أن ينزل. وحين كنت أنجح لم تكون أول من يهنئني. وحين كنت أذهب لأخطب لم تكوني معي. ورغم 6 سنوات لم نتحدث فيها مع بعض ظللت أسأل نفسي سؤالا هل أمي غاضبة علي؟ ومع أنني أنا الغاضب وأنا الذي أشعر بكوني ضحية طلاقك من والدي وتفكير كل منكما بنفسه بدلا من التفكير فينا إلا أنني أخاف أن أموت بعيدا عنك. هذه صارت مثل قصيدة الله يرحمه محمود درويش. إلا أنني أخاف أن أموت بعيدا عنك وأنت غاضبة كما أخاف أن يحدث لك أي مكروه وأنت تشعرين أنني أكرهك. أنا أحبك يا أمي يا أغلى من حياتي. بخبرك وفي طريقي للبرنامج أمس كنت أموت في حادثة سير وكأنها علامة من المولى عز وجل ليؤكد لي ما أفعله الآن صحيح وأن الجنة التي تحت قدميك قريبة فقط إذا سامحتيني. فلننسى ما فات يا أمي ولتكن رسالتي هذه رسالة لكل أم وكل ابن ولتقوليها أمام الجميع بعد أن تحضريني وأقبل يديك وجميل. بقول لك المسامح كريم. أثر فيك الكلام. حاولت فينا حد محتاج ان هو يسامح التاني فالمفروض ان هو اللي يسامحني مش انا اللي ما هو بسامح هو جاي
معناتها يعني مش الابن بيسامح امه، عادة الام هي بتسامح. بس حاولتي تتصلي فيه بهالست سنوات او اكثر؟ يعني حاولت سنوات. ما كانش بيرضى ان هو يتجاوب معي. هو ما تجاوب معك، هو كان غضبان وزعلان وشرح لنا ليش الاسباب. بس انت ليش ما رضيتي ترجعي لوالده؟ ما كانش خلاص، ما فيش خط للرجعه. في ساعات انفصال بيتم، بيبقى ما فيش خط ان الانسان يرجع. بس انا بقول دلوقتي حتى لو ما كانش في خط ان يرجع كنت ممكن ارجع لو في شعره. نعم. كان لازم ارجع. ما كانش حد ابدا المفروض ان هو يفضل نفسه على اي حاجه يكون السبب فيها الضحيه اولاده. لو في دلوقتي اي فرصه ان انا ارجع مهما يحصل معايا استحمل عشان الاولاد. بس تصوري يعني قديش مضى 24 قديش 15 سنة 18 سنة. شوفي بقى هالوقت الضايع اليوم عم تقولي نعم من عمري ونعم من عمرهم. يا ريت قلتي قبل 18 سنة مثلا. يا ريت قلت. شفتي؟ طبعا يا ريت قلت. خلينا نشوف مصطفى لازم تحكيها، تقول شيء للوالدة، بدي اسمعك. يلا تفضل. مش هقدر اقول اي حاجه غير ان انت وحشتيني. انت انا محروم من حاجات كتير، يمكن ما حدش هيقدر يعوضها لي بعد كده. الحاجات الاساسيه لاي حد في بدايه سنه، في بدايه فتره طفولته، مش هيتعوض وهو كبير. مهما كان اللي هيمر بيه كويس في حياته، برضه مش هيتعوض فتره الطفوله في حضن الام وفي حضن الاب. بس هلا اللي فات اللي راح بدنا نحكي بالمستقبل. شو بدك تقول لامك بالنسبه للمستقبل؟ نفسي افضل معك على طول. ده كل اللي نفسي فيه. سمعتي؟ بده يبقى معك على طول. شو؟ وانا نفسي افضل معي بقيت عمري. نفسي افضل معي اعوض. ما شاء الله عليك. ولو ان اللي فات ما يتعوضش، لان في فتره بتفضل معلمه في عمر البني ادم ما بينسهاش. بس هو فتره طفولته اللي هو اتحرم مني فيها. معلش حتى قال له جميل ان تاتي الامور ولو من متاخره من ان لا تاتي ابدا. بقى افضل يعني ما نضيع كمان سنوات جديده. ومصطفى واخوه يعني مقبلين ان شاء الله على حياه جديده، بده يتزوج بحاجه تكون امهم جنبهم. فيعني ان شاء الله بعتقد ما في مشكله، ما عندك يعني. بس قولي له المسامح كريم حتى يفتح الستار. المسامح كريم طبعا. عمر الام وقت مبروك. نحن هذا الهدف من هالبرنامج الحمد لله. نحن سعداء جميعا. لو بتشوفي الجمهور هون عم بسمع انا البكاء والنحيب، يعني اثرت كثير بالجمهور. الله يوفقكم ان شاء الله، تكون فاتحه جديده، تكون صفحه جديده بحياتكم انتم جميعا بالعائله. الله يوفقكم وتضلي بصحتك يا ست حنان، وتشوفي لهم اولادكم ان شاء الله، تزوجوهم يا رب، تشوفوا اولادهم وما تتركوا بقى ان شاء الله. مش هنسيب بعض. اوكي ان شاء الله. تفضل.
الله يرحمك يا محمود.